جمال صالح بشير ليبي. بالسبعين صدرت قوانين في الاقتصاد الليبي اللي هي مصادرة خزانات المياه اللي يملكها مواطنين. صدرت خزانات المياه بدون تعويض. في 1971 أخذت منا قطعة أرض يعني مساحتها حوالي أكثر من 4 هكتارات لإنشاء مدرسة بدون تعويض. في 78 صدر القانون رقم 4 لمصادرة البيوت الخاصة عددها 12 البيت. في 79 صار قانون الزحف اللي هو قانون شركاء الإجراء، هذا أتى على يعني على العظم، كسر العظم لنا اللي هو كان شغلنا الشاغل صناعة تجارة مواد البناء بجميع أنواعها وصناعة البلاط، مصنع مو مصنع كبير يعني متوسط الحجم، كنا ندرو بطريقة عائلية معنا عمال أجانب. الزحف هذا تم علينا بطرق بربرية. أتونا ناس مسلحين حوالي 9 أشخاص مدرجين بالسلاح، معهم رؤساء لجان معهم، وطلبوا منهم تسليم مفاتيح الخزينة ومفاتيح المخازن والسيارات والكرينات، الكرين والفوركليفت يعني المعدات اللي كانت في المكان، وطلبوا منا في خلال نصف ساعة مغادرة المكان بدون رجعة وبدون تعويض. هاي النقطة الفاصلة في 79 هي اللي قلبت الحياة راسا على عقب. يعني واحدة من الحاجات أن مستقبلي يدمر بها، يعني كنت أنا ندرس يعني محصل قبول من جامعة أوهايو على اساس نروح هناك نكمل دراستي بعد الثانويه. في لحظه تلاشى الحلم. في الثمانينات كانت الحياه تقشف خلاص، يعني ولت البلد شيوعيه، يعني مثل الشيوعيه، يعني ما عندك نقود، ما عندك ما تشتري، يعني ما فيش محلات خاصه، ما فيش اسواق خاصه، في اسواق للدوله يعني السوبر السوق للدولة، كل شيء ملك للدولة، حتى الإنسان ولا ملك للدولة، يعني ما عادش عندك أنت يعني حتى لنفسك أنك أنت تطمح لأي شيء.